في الطمياط في سطور. من مواليد عام 76، هو نجم الهلال السعودي سابقا وأفضل لاعب آسيوي وعربي لعام 2000. بلغ نهائي كأس آسيا عام 2000 وخسر اللقب أمام اليابان. شارك في نهائيات كأس العالم عام 78 و2002 وأيضا في 2006. خاض 58 مباراة دولية، سجل خلالها 13 هدفا. أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذا البرنامج الرائع، وإن شاء الله نرى بطولة ممتعة من خلال كأس آسيا في قطر. هي أهم بطولة للمنتخبات، خاصة أنها تملك لاعبين خاصة شرق آسيا محترفين في أوروبا أو غرب آسيا لهم باع طويل من خلال المنتخب السعودي أو المنتخب الكويتي في فترة سابقة أو المنتخب العراقي وأيضا المنتخب الإيراني. قدرتهم على التنافس قوية جدا من خلال استعداد، من خلال ما يملكون من أجيال مضت. بالتأكيد هي من أهم البطولات على الصعيد الآسيوي، وهي مقياس ومؤشر للمنتخبات الآسيوية في قدرتها على التنافس فيما بينها في تصفيات كأس العالم. أنا دائما أخذها من هالمنحة، هذا قدرة المنتخبات على التأهل إلى كأس العالم تأتي من قوة منافستها في كأس آسيا. هو دائما اللاعب الآسيوي في تطوره ملحوظ، خصوصا في ظل السنوات الأخيرة. قد يكون بعد البطولة بين سنوات البطولة بعيد نوعا ما مقارنة ببطولات قارية أخرى، قد يكون هذا لا يعطي فرصة للاعب الآسيوي أن يظهر بشكل مكثف من خلال بطولة آسيا للمنتخبات، إلا أن الأجيال الموجودة الآن نجوم في مختلف المنتخبات قادرين على تقديم بطولة جيدة من خلال أدائهم في قطر في هذه البطولة المميزة، وبالتالي انعكاس أدائهم أيضا على مشوارهم القادم في كما ذكرتك تصفيات كأس العالم أو بطولاتهم الأخرى اللي شاركوا فيها. صحيح، صحيح أن دخول أستراليا نوعا ما جيد بالنسبة للبطولة، لكن لا أرى أن المنتخب الأسترالي دائما عنده ميزة تختلف عن المنتخبات الأخرى. أرى أن المنتخبات الأخرى تستطيع إحراج المنتخب الآسيوي الأسترالي آسف، لأنه يملك قوة بدنية عالية، لكن دائما المنتخبات خصوصا الخليجية تستسلم للأسلوب الأسترالي في اللعب، وبالتالي تفوق أسترالي. لكن لما تلعب بأسلوبها وبالكرة السريعة، الكرة للتمريرات القصيرة، عامل المهارة مهم جدا، الانضباط التكتيكي، عدم ارتكاب الأخطاء، الفارق باعتقادي سيكون المنتخبات الخليجية إذا كان عامل الخوف غير موجود. دائما حاضر المنتخبات العربية، إذا آخر نسخة كان فيها العراق والسعودية في النهاية تفوق فيها العراق، السعودية كان طرف في أغلب النهايات في العقود الماضية. المنتخبات العربية الأخرى لابد من التطور، نشاهد تطور ملحوظ في منتخب الأردن، في منتخبات سوريا على مستوى منافسة غرب آسيا، لكن عندهم أسماء شابة قادرين متى ما تحققت لهم الإمكانيات المادية أنهم يتطورون، يملكون لاعبين ومواهب جيدة. المنتخبات الخليجية، بالنسبة للمنتخب الكويتي شاهدنا منتخب بقليل من الدعم يستطيع أنه ينافس إذا لم يركن إلى منتخب إلى إنجازه في بطولة الخليج. كذلك المنتخب القطري يملك أسماء جيدة وقادرين في حال إقناع ميتسو في أنه يستقر على تشكيل محدد بالنسبة للاعبين، وبالتالي المنتخبات لها حظوظ، لكن يجب أنها تلعب بشكل مختلف أمام اليابان اللي أتى من كأس عالم ناجحة ومن أفضل المشاركات للمنتخب الياباني. أصبح اللاعب يلعب بعقلية أفضل من السابق أيضا في كوريا الجنوبية وأيضا في كوريا الشمال، يعني منتخبات قوية جدا، حتى أوزبكستان ليس من المنتخبات السهلة. التعامل معها اختلف نوعا ما، تطورت عن المنتخبات العربية والخليجية تطور ملحوظ، وبالتالي على المنتخبات الخليجية والعربية أن تلحق بركب هذا التطور من خلال احتراف اللاعبين في أوروبا، حتى استفادة من التجارب الأفضل والدوري أقوى، وبالتالي انعكاسها على المنتخبات الوطنية. كان يعني نتيجة عملت في فترة طويلة. صحيح أنا أول ما شاركت في نادي الهلال بدأ معي مسلسل إصابات حتى في سن صغيرة من إصابة في الرباط الصليبي في عام 93،
لكن بعد 6 سنوات 7 سنوات من العمل تقريبا في 98 من اختار المنتخب كان المدرب القدير والكبير كارلوس البرتو بيريرا، مدرب المنتخب البرازيلي وبطل كاس العالم 94. واختياري كان عن طريق دكة البدلاء، يعني كان في فترة سابقة قبل حضور كارلوس البرتو كنت مؤدي موسم مميز، لكن مع عودة الدوليين أصبحت في دكة البدلاء، كنت صغير في السن، وكنت أشارك في أجزاء من الشوط الثاني حسب نتيجة المباراة، وبالتالي اختارني من 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 المشاركات القليلة، وهذا أعطاني يعني دفع أنه شاركت مع أفضل جيل للمنتخب السعودي حسب اعتقادي، كان جيل 94، كل النجوم السعوديين كانوا موجودين، محمد الدعية، أحمد جميل، محمد خليوي، خالد مسعد، فؤاد أنور، وسامي الجابر، يوسف الثنيان، وفهد المهلل، وعبيد الدوسري، وإبراهيم كوكبة، وإبراهيم السويد، وخميس العوران، كوكبة كبيرة جدا من النجوم المميزين. فدخلت في هذه التجربة على كأس العالم، ما شاركت في التصفيات كأس العالم، شاركت في المعسكر والإعدادي لكأس العالم، والحمد لله استطعت، وخالد التيمام، نسيت خالد التيمام، وإبراهيم ماطر أيضا. وبعد ذلك يعني استطعت أنه بالتحدي وبالإصرار وبالطموح حاولت تقديم نفسي بشكل جيد مع المنتخب السعودي في ثاني مشاركة لكأس العالم، الحمد لله أني استطعت أني أثبت مع 22 لاعب، وشاركت في آخر مباراة من جنوب أفريقيا. في تلك الفترة لم تكن هناك نسخة إلا في عام 2000، وشاركت فيها بعد نضج من مشاركات سابقة مع المنتخب السعودي في بطولة القارات أو مع نادي الهلال، لأن في نادي الهلال شاركت في بطولات آسيوية كثيرة، كنا نتنافس مع نفس اللاعبين اليابانيين، نفس اللاعبين الكوريين اللي نواجههم مع المنتخبات نوعا ما الغير المحترفين الخارجيين، بالتالي نوعية المشاركة مع نادي الهلال أعطتني ثقة نوعا ما في التعامل مع مثل هذه المباريات، أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع زملائي من خلال قدرة المنتخب السعودي على إحراج المنتخبات الأخرى من لما يملك من المهارة. بديناها بصعوبة البطولة، بديناها بخسارة أمام المنتخب الياباني 4-1، كان مدربنا القدير السيد ماتشالا، وحدثت إقالة للسيد ماتشالا، وقدم المدرب أيضا القدير السيد ناصر الجوهر اللي يعرف إمكانيات اللاعبين، غير طريقة أدائنا من 5-3-2 إلى 4-4-2، الطريقة المحببة للاعبين السعوديين، وظف اللاعبين، الدور النفسي مهم، الدور اللياقي كان أيضا مهم، ومن خلال مباراتنا أمام أوزبكستان ومن بعدها منتخب قطر انطلقنا في البطولة حتى مواجهتنا المنتخب الكويت ومنتخب كوريا الجنوبية إلى وصولنا إلى النهائي أمام اليابان مرة أخرى. ميزة المنتخب السعودي في عام 2000 هو كثرة اللاعبين الشباب، يعني كان أغلب الفريق شاب، مرزوق العتيبي كان موجود، محمد نور كان موجود، صالح الصقري، عبد الله الواكد، والدوخي، وعبد الله الجمعان، وسامي أيضا كان من لاعبي الخبرة الموجودين، الشلهوب قدم أيضا كأس مهمة جدا في بداياته، محمد كان قبلها بموسم واحد مع المنتخب السعودي، بالتالي كثرة اللاعبين الوسط المميزين في تلك الفترة اللي قادرين على التسجيل، وتوظيفهم من قبل السيد ناصر الجوهر توظيف يناسب إمكانيات المنتخب الكوري والمنتخب الكويتي اللي واجهناهم في دور 8 وبعدين في دور 4، وكان المنتخب الكوري الجنوبي من أقوى المنتخبات ومن أقوى التشكيلات، كان يضم لاعبين محترفين، مدرب قوي جدا، بدنيا كانوا أفضل منا بشكل قوي، لكن تعلمنا في طريقة كسبنا المباراة من خلال تميزنا بأسلوب لعبنا السعودي، كان في أسلوب لعب سعودي مميز، التمرير القصير، استغلال الأخطاء بشكل المهارة، التسديد من خارج المنطقة، أساليب تميز فيها المنتخب السعودي، اللياقة بدنية كانت عالية، جاهزية أغلب اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين قادتنا للنهائي وإحراج المنتخب الياباني، وكان بإمكاننا أنه نتفوق في النهائي. أنا ذكرت النهائي أيضا كان كابتن حمزة إدريس من لاعبي الخبرة الموجودين معنا. المباراة كانت كوريا الجنوبية من أصعب المباريات بالنسبة لنا، مباراة دائما اللي قبل النهائي هي أصعب مباراة، النهائي دائما أنت تضمن نفسك فيه، وكنا داخلين بشكل مختلف وبثقة كبيرة جدا في إمكانياتنا أنه نمسح الصورة اللي ظهرنا فيها أول مباراة أمام اليابان، بالتالي كان يعني الثقة موجودة والتعامل مع مجريات المباراة. الكورية الجنوبية صحيح أن تفوقنا فنيا وبهدفين، وبعد ذلك عاد المنتخب الكوري الجنوبي بهدف،
إلا أنه المنتخب الكوري الجنوبي كان يتميز بخبرة اللاعبين وعقليتهم الاحترافية وقوتهم البدنية.